20 عام وانا كنعس برا هنا في الزنقه. هذا الاخوان باش نوضحوا اكثر، هذا راه الاب والام ديالو ماتوا، دفنهم هنا، بقى عايش معاهم في المقبره. في المقبره كيبات غير في المقبره، لا ماوى له، لا والو، لا اب لا ام لا حتى شي واحد، كيبات في المقبره ما كيخلصوا حتى شي واحد. حتى واحد ما كيخلصني وجه ربي. ما عندكش شي بلاصه اخرى تجلس فيها من غير هنا؟ ما عندي والو، عندي هذيك البريكه ديال الحسن سمارة اللي بنا ليا، راني جيت بها ستايل ديال الجيره، هو كان غنجير على القبر الضبين هذا. عساس يعني عساس على الطوبيه بدون مقابل، الا بغينا نقولوا حاط تمايا عساس هذه 20 عام بدون مقابل للتوضيح. وهذا السيد كما قلنا انا عرضت عليه انه يمشي للخيريه، بغيت اتصلنا بفعالية المجتمع المدني بمدينة فاس، بعض الفعاليات المجتمع المدني، واتفقنا على اننا نديوه لشي دار العجزة او خيرية او هذه، رفض. قال لك انا هنا حدا الاب والام ديالي سنموت، نطمر باهم وامو هنا وعايش حداهم، كيبات غير برا. يعني عايش غير مع الجواده، كيعمر ديك البواده ديال الماء باش كيرشوا على المقابر نهار الجمعه، شي كيعطيه جوج دراهم، شي كيعطيه 100 ريال، هذا الشيء باش عايش. وهو يزيد يكمل معاكم ويعطيكم اكثر. المهم هي القبر ديال الوالده ديالي، هي حدا الوالد ديالو، عندي القبر ديال با رافين والخضر اللي من هنايا، هادي جوج خويا دي لي رزقي. الو هما كنصاوب لي هذا ديال باش نصاوب ديال الطبيب، راه والله ما يصابوا لي، ادى لي 4000 ريال قال لي تعطيني 4000 عاد نصاوب لك. شكون هذا اللي قال لك؟ خويا باش نصاوب لك عاد الرميد. وشكون اللي صاوب لك الرميد؟ ها انت. الشكر الموصول للسيد عون السلطه بالمقاطعه ديال زواغه بالحي الجديد زواغه، والشكر الموصول للسيد قائد الملحقه الاداريه زواغه، من بعد ما تواصلت مع هاد الناس هادو وطرحت لهم المشكل ديال هاد السيد هذا، تعاونوا معاه وطرحت لهم حتى الحاله، طرحت لهم حتى الحاله المرضيه ديالو، يعني راه كان كيعاني من واحد الفتق وكان خصو عمليه مستعجله، مشيت لعندهم تواصلت معهم، كانت استجابه وتعاملوا معاه، صوبوا له كما كتشوفوا بطاقه الرميد، جزاهم الله خير الجزاء في حق السيد يوسف قائد الملحقه الاداريه زواغه، كنوجهوا له الشكر الموصول من هذا المنبر هذا. المهم هي هذيك، المهم انا مقابل هنايا حسك كيجيو لهنا القوانع كيحفروا على الميت، كنلقي رد عليه من البال. رجليا ما كنقدش ندير لها هك، هذه تلوات ليا، ولا ما كنقد لا ندير لها لا والو، تلوات ليا، وكيتعرضوا ليا هنايا، ما كيخلونيش نترزق الله. أين يعني هاد الناس هادو خصني كناكل معاهم طيب ديال الخبز باش ناكل. دابا أنت عايش مع الموتى؟ عايش مع الموتى، ما عايش حتى مع شي واحد، مع دا الموتى اللي كنعيش معاهم. وداك الشيء اللي كتشوفه أخويا، ولا ما كانش هذاك أنا ربيوني اللي بغيتو. باش كطالب؟ كنطالب انا بغيت نشوف هنا نعيش حدا والديا، يبعدوا مني يعطوني اتساع، كنجي للقبور كنغرس كندير كل شيء. بالمقابل شكون كيخلصك على هذا؟ ما كيخلصني حتى شي واحد، الناس اللي جابوا مدوا لي كيدوا لي هذيك البركه، نقول لهم الله يخليك، ولا شديت شي بركه نجمعها كنشريها دواء والماكله، والعيد الكبير ها هو العقل عليا اللي جاب لي، ما جابني حتى شي واحد الماكله، والله ما جابني شي واحد، اقسم بالله ما جابني شي واحد شي رجل، ما عدا هذا. ومشى مشى الله يجازيه بخير ويرحم له باه ويخلي له الميمه ديالو ويخلي له خواتاته ويسهل عليه الله في رزيق. مشى عند هذا الحاجه هذا هو اللي قال له تقطي رجله هذه، ومن هذاك تقاد تعيد كرجله، ولا عاوتاني كيجيب لي هذاك هذا الحاجة هذا مول الكراجة كيجيب لي ما ناكل، وتصينيا حتى للمحل. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.